اوكي اخترنا الفلسطيني العراقي الجزائري لماذا؟ اني ابو دم الحار ابن النشام الاحرار فلسطين مهد الاديان فلسطيني انا واتباع بعدك بالفور المشؤوم هجرها الشعب المظلوم ومن يوم النكبة لليوم صرنا قرب للحرية فلسطيني مية المية من شباك العلية يا زلمة خلص يعني شعب الجزائر وفلسطين واحد لماذا؟ شعب الجزائر له معزة خاصة بالنسبة لي يعني نعم أكثر شعب بحبه يعني في الدول العربية بما أنه في دايما حب بيجمع ما بين الفلسطينيين والجزائريين وأنت غنيت للجزائر طبعا حابين نهديهم عبر شاشة فضائية الفلسطينيين مرحبا أصدقائي جيش الصداقة فيديو جديد معكم صابر من فلسطين فيديو اليوم مختلف عن الفيديوهات السابقة رح نتكلم اليوم عن فنان فلسطيني صاعد بيعشق أهل الجزائر الفنان الصاعد محمد كلاب يتكلم عن عشقه وعن حبه لأهلنا في الجزائر عبر تلفزيون فلسطين رح نشوف هذا الفيديو إهداء من الشعب الفلسطيني والفنان الصاعد محمد كلاب للشعب الجزائري ولكل أهلنا في الجزائر أغنية جزائرية بصوته عبر قناة فلسطين اليوم ما بدي أطول عليكم بالمقدمة لا تنسونا من اللايك تفعيل زر الجرس والاشتراك علشان يوصلكم كل جديد صباح فلسطين محمد كلاب ابن غزة ابن هذا الوطن الكبير فلسطين شاب موهوب بدأ الغناء منذ طفولته تنو زيتون وليمون يا مطيب خير بلادي عدم وروحي بتمون يغسل محتل العادي كبر الطفل وغنى العديد من الأغاني فلسطيني مية المية من شباك فلسطيني فلسطين مهد الأديان فيها الجبار الإنسان مش حتصر طي النسيان وهي المهجل في القلب فلسطين مالتنا كلمتنا كلمتنا وحدة تظل كلمتنا فلسطين مالتنا وتفتح الصوت العذب الجميل على الشاشة له قصة مع عمه صابر فهو الرفيق والداعم الأساس نتعرف على الفنان الفلسطيني الصاعد محمد كلاب ونستمع إلى صوته الشجي بما أنه في دايما حب بيجمع ما بين الفلسطينيين والجزائريين وأنت غنيت للجزائر حابين نهديهم عبر شاشة فضائية الفلسطينيين أكيد أغنية جزائرية وهرا وهرا ورحت خسارة هجروا منك ناس اشطارة ويا وهران ورحت خسارة هجروا منك ناس اشطارة وقعدوا في الغربة أحيارة والغربة صعبة وغدارة قعدوا في الغربة أحيارة الله عليك يا ابو حميد صعيبه وغداره نعم ليه اخترت تحديدا الجزائر من بين يعني اوكي اخترنا الفلسطيني العراقي الجزائري لماذا شعب الجزائر له معزه خاصه بالنسبه لي يعني نعم اكثر شعب بحبه يعني في الدول العربية كلها يعني مش إنه انحيازي لا خلص يعني شعب الجزائر وفلسطين واحد نعم هم بيعشقونا واحنا بنعشقهم يعني نعم ويعني هم عاشوا التجربة يعني الاحتلال 100 سنة يعني ويحسوا فينا يعني نعم لذلك غنيت بالضبط بلهجتهم وأنا بحبهم يعني الشعب الجزائري طب يا ترى محمد بأنه حضرتك لسه صاعد والمستقبل صحيح. أمامك بشو محمد بيخطط الآن في هذه المرحلة هل يخطط لشيء والله حاليا أنا مركز أكثر على الدراسة يعني طبعا كل التوفيق لفناننا الصاعد المحبوب محمد كلاب كانت كلمات نابعة من قلب الفنان محمد كلاب عن حبه لأهلنا في الجزائر بشكل عفوي وبشكل كتير حلو بتمنى تكتبونا في التعليقات كيف كان أداؤه في أغنية وهران وشو رأيكم بكلام محمد كلاب عن أهلنا في الجزائر وحب فلسطين للجزائر تحياتي لكم كان معكم أخوكم صابر كلاب من فلسطين